هل كانت لدى الأوروبيين قبل هذه المداخلات معلومات أم أنهم يعانون من نقص في المعلومات؟ والله لا، هم لا يعتبرون ذلك، بدليل أن النائبة البريطانية اللي هي الآن كانت وزيرة في زمن بلير ومعروفة يسموها البارونة، هذه حضرت وهي طبعا الدافع عن قضية احتلال العراق، تقول مثل ما قالت أولبرايت كل اللي ذكر الدكتور والأساتذة عن العراق والضحايا وعدد القتلى وغيرهم مليون أو أكثر، احنا نسميهم بلازم اوف فريدم، يعني هذولا يعني ثمن للحرية. حتى تعجبت يعني بإمكاني أنا أقول ذلك أنا كعراقي، لكنه كبريطانية وسياسية وبرلمانية وهذه بلدي معروفة سياسيا، طيب يعني من يخولها أن تقول ما حدث بالعراق من 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 ضحايا ومن قتل هذا ثمن للحرية، وأين هي الحرية؟ لا، هنالك تحتيم إعلامي، تحتيم إعلامي عن واقع الحال في العراق. بعد جلسة الاستماع هذه أمام الأوروبيين، هل وضعت خطة عمل أوروبية دولية لمعالجة الشأن العراقي وخاصة في المجال الصحي؟ الشعوب الأوروبية يعني بشكل عام أكثر اطلاعا أو أكثر اهتماما بأوضاع العالم وبسبب الوضع العراقي، وأكثر ثقافة من واقع المجتمع الأمريكي. يعني ربما لو سألت أي أمريكي في الشارع أين يقع العراق سيكون حاجزا عن ذلك، لكن الأوروبيين لديهم، واضح من مظاهراتهم ضد الحرب وغيرهم. وإحنا طبعا بمناسبة وجودنا صار احتجاج، صارت احتجاج جماهيري في ساحة البورصة، هي الساحة الرئيسية في بروكسل، وصار تجمع للاحتجاج على احتلال العراق ورفض الاحتلال. المشكلة هي مشكلة يعني تتعلق بوجود حقيقة مركز عراقي في جنيف في الأمم المتحدة. يعني احنا في بنفس الوقت كان هنالك مؤتمر لحقوق الإنسان حضره بروكمان اللي هو الرئيس الدوري لمجلس الأمن في الوقت الحاضر للأمم المتحدة في الوقت الحاضر، والفقرة 28 اللي تقرأها عن العراق، هذا الرجل حقيقة أدى يعني ما يمكن أن يؤديه، ذكر كل الأحداث التي في العراق. إحنا لما نحتاجه الآن إلى وجود مركز عراقي لحقوق الإنسان في جنيف، ويثبت ويوثق الاختراقات الكبيرة في قضية حقوق الإنسان في العراق. قضية حقوق الإنسان في العراق قتل والعنف والمداهمات الجماعية والعشوائية، عوائل تباد أما بمهاجمات في دبابات وشوارع وجنود، وأما بالطائرات يقتل الناس بالمجاميع. وضع صحي سيء، وضع مرأة جيد يعني تعبان، وضع طفل تعبان، يعني الطفل العراقي يباع، أنت قرأت هذا الطفل عصاباته أكثر من 12 عصابة في العراق الآن بكل كوادرها وكل وسائلها تجمع الأطفال العراقيين وتبيعهم بأبخس الأثمان وبشبكات دولية حتى توصل إلى أوروبا وليست فقط الدول المجاورة. وإذن أين منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في العراق؟ نحن نسمع بوجود منظمات كثيرة تعمل في العراق، بل أن هنالك وزارة تسمى وزارة حقوق الإنسان في العراق. ما هو دور هذه المنظمات وهذه الوزارة إذن؟ وزارة حقوق الإنسان يعني مع أنها ضمن وزارة ضمن تشكيلة عملية سياسية تعبانة وفاشلة في العراق، حقيقة ذكرت مثلا وزيرة البيئة ذكرت في تقارير واضحة أن هناك اختراقات كبيرة. يعني وزيرة البيئة قالت هناك 310 موقع في جنوب العراق ووسط العراق يشير إلى وجود تلوث إشعاعي كبير، وهنالك دراسات عراقية تشير إلى تضاعف أعداد المرضى المصابين بالسرطان بسبب الإشعاع. ونطالب وتطالب هذه الوزارة بإجراء مسح جوي، مسح يعني في العراق، مسح في العراق حول مناطق التلوث يتم معالجتها. هذا يورانيوم منظف، هذا عمره بملايين السنين بدون معالجات وبدون وقائيات وبدون يعني إجراءات، العراق سيقتلون بطريقة غير مباشرة بسبب وقع السرطان. فإذا العراقيين يتكلمون، نعم أكو أطباء، أكو جمعيات، أكو نشاطات، أكو إحصائيات، لكن كيف تصل هذه الإحصائيات
إلى المكان المسؤول عن التعميم، وتقارير الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، منظمات الصحة الدولية، اليونيسيف، الأوكسفام، كل هذه المنظمات لديها تقارير. نحن عن هذه الأرقام حقيقة غافلون. رئيس وزراء الحكومة القائمة في العراق السيد نور المالكي دعا الأطباء للعودة إلى العراق، بل أنه قال سيسمح لهم بحمل السلاح لحماية أنفسهم. لماذا لا تلبون هذه الدعوة؟ هذه الدعوة قد تبدو إنسانية. العراقيين نعم بحاجة إلى أطباء، 70% من الأطباء العراقيين هاجروا، صحيح وضع العراقي سيء لن يصلحه إلا الأطباء، لكن لو كان حقيقة المالكي حريص على الأطباء والكفاءة الموجودة برا لما دعاها الآن في العودة، لأنه يعرف شنو وضع الداخلي وشنو وضع الأمني. ولو كانوا هم نفسهم الساسة، كلهم أولادهم أطباء، كلهم يشتغلون في أوروبا وفي إنجلترا، يعني واحد منهم عنده 5، كل السياسيين الموجودين لديهم أطباء في خارج العراق وعوائل، لماذا لم يجلبوا عوائلهم إلى العراق؟ لو سألت أي مسؤول هسه هنا أريد أن أعود إلى العراق يقول لك ارجع، يعطيك ضمانة في الرجوع؟ أبدا. الوضع العراقي سيء والكفاءات مستهدفة، وخليني أوضح بشكل يعني ما أدري راح تنشروه إعلاميا لو لا، الموساد والمخابرات الإسرائيلية تتبنى مشروع مقتل الأطباء واضحا، والأدوات عراقية والأدوات واجهات سياسية عراقية نافذة الآن، وإلا أين هي التحقيقات؟ أين هي نتائج التحقيق فيما حدث في العراق لمقتل أكثر من 2000 طبيب وعالم عراقي متخصص من حملة الدكتوراه والماجستير وغيرهم، وهجرة أكثر من 5500 من هؤلاء العلماء؟ أين يعني كثير من هذه الحوادث فشلت، كثير من المجرمين والمنفذين اعتقلوا، أين هي النتائج؟ هنالك مخطط لتهجير الكفاءات العراقية، هنالك مخطط للخلاص من هذه الكفاءات. لو أتيحت لك الفرصة شخصيا دكتور لأن تضع خطة عمل، ورقة عمل لإنقاذ الوضع الصحي المتهالك في العراق، من أين ستبدأ وما هي عناصر هذه الخطة؟ أنا لكي أضع أعود بالعراق إلى وضعه الصحي السابق، وهذا حتى كان قبل الاحتلال دون طموحنا كأطباء، يجب أن تكون عندي إدارة فنية، إدارة صحية جيدة في العراق، مهنية صرفة. هذا غير يعني مستحيل أن يتم، لأن وزارة الصحة من ضمن المحاصصة الطائفية. إذا الحزب الفلاني يأتي بطبيب من حزبه أو من مؤيديه أو من أنصاره، وكل الوزراء اللي جاءوا من هذا القبيل مرشحين حزبيين، وكلاء الوزراء، مدراء العامين، لا توجد إدارة صحية. وأهم شيء هو الوزير والإدارة الصحية. وزارة الصحة 90% من كوادرها اختفت راحت، وكوادر جديدة الآن ليس لها علاقة حتى بالقضية الطبية. الإدارة الصحية مهمة جدا، أمن المستشفيات، كيف تنقل الإسعاف جرحاها إلى المستشفيات، دخولها المستشفيات استغلت للقتل والذبح يعني والقتل الطائفي والميليشيات، الميليشيات تسكن في المستشفيات، وكل ميليشيا وفقا للمنطقة اللي تسيطر عليها سيطر على المستشفى، حتى الجرحى اللي ما متوفين تقضي عليهم قبل أن يوصل للمستشفى. فإذا القضية متعلقة بالنية الصادقة لوجود وزارة مهنية واحدا، بالنية الصادقة لدعم القضية الصحية بميزانية جيدة. شنو 2% من ميزانية العراق يعدوها بالبلايين؟ طيب 2% من هذه الميزانية تخصص لوزارة الصحة؟ نهيك عن 2% وين تروح؟ نهب وسلب، والنزاهة يعني واضحة. هيئة النزاهة قالت أن سنويا في العراق وزارة الصحة مسؤولة عن 2 بليون دولار تروح، سواء كانت من ضمن المخصصات مال الوزارة أو من ضمن المخصصات المنظمات الدولية. الأخصائي العراقي الطبيب الدكتور عمر الكويسي، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يتمنى لكم الصحة والعافية من العاصمة الأردنية عمان.